بجهود ذاتيه وثقافه بيئيه واعيه انطلق ابن سليمانيه جوتيار حويز الطالب في جامعه جيهان في مشروعه لجمع المخلفات البلاستيكيه وتجهيزها لاعاده تدويرها في المصانع المخصصه لذلك <applause> منذ سنوات واثناء دراستي في الجامعه فكرت كثيرا في مشروع جيد استفيد منه وافيد به المجتمع فكرت ان اكثر الاشياء ضررا بالمجتمعات هو تلوث البيئه ولذلك قررت ان ابدا مشروعي عبر جمع مخلفات البلاستيك من البيوت وليس من صناديق القمامه عبر جمع مخلفات البلاستيك من البيوت يضمن جوتيار النظافه وعدم وجود اي روائح كريهه في عبوات البلاستيك ومع ذلك يجري تنظيفها قبل تقطيعها الى قطع صغيره وتعبئتها لتورد الى مصانع اعاده التدوير. يوميا اذهب الى المنازل واجمع منهم البلاستيك مقابل قيمه بسيطه. فكرتي تتقدم باستمرار حتى ان منظمات من المانيا وفرنسا اتصلوا بي من اجل التعاون معي في الفكره التي تعد مشروعا خادما للبيئه، وايضا تواصلت معي العديد من الجهات في محافظات جنوبي العراق. مشروع جوتيار لجمع مخلفات البلاستيك تحول الى حمله للحفاظ على البيئه ومحاربه التلوث. يشارك فيها العديد من المواطنين لا سيما المثقفين والاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم بل ان الكثير من المؤسسات التعليميه والثقافيه باتت تستضيف جوتيار للمشاركه في ندوات توعويه في هذا الشان وكذلك لعرض المشروع كواحد من المشاريع الرائده في ايجاد فرص عمل للعديد من المواطنين اذهب الى المدارس للمشاركه في ندوات بيئيه بدون مقابل وكذلك اذهب الى رياض الاطفال والجامعات واعرفهم بالمشروع وكيف انه بدا بفكره وحاليا بات يدر دخلا ماليا يفيدني ويفيد عددا من الاسر التي تساعدني في العمل. جوتيار حويز مثال لشباب العراق حين ينطلق لتحقيق ما يؤمن به من افكار ايجابيه مهما كانت العوائق والمثبطات فيفيد نفسه ومجتمعه مادياً وتوعوياً.